دلوقتي هناخد التني بتاعت عيد القطاس، بتتقال برضو بعد العذراء الهتنية بتاعت العذراء، وبعد كده الهتنية بتاعت الملائكة، وبعد ما نقول الاثنين دول نقول الهتني بتاعت ايه؟ الغطاس. وعلى فكرة هتنة الغطاس دي احنا خدناها قبل كده، دي واحدة من ضمن الهتنيات اللي بتتقالوا في شهر تيحك اللي هي بتاعت يوحنا المعمدان، فاحنا اوريدي عارفينها واوريدي خدناها قبل كده، فبرضه يعني مش هتبقى صعبة بالنسبة لنا. هقولها برضو مرة واحدة ونجرب مع بعض بعد ما اقولها، اوكي؟ فلو معايا بالهزات إتني برز بينتبي سنجاني سنما نويل يؤنسب شيري انزخا بالظبط زي بتاعت الكهك. تجربوا مع بعض؟ يلا نجرب مع بعض، يلا. 1 نعلي صوتنا 1 2 3 هي إيمانويل فيها ثلاث هزات في الآخر. إن إيمانويل، شوف يعني بتقفل إيمانويل بعد ثلاث هزات. إن إيمانويل يؤنسب شيري إن زخاري هراجع برضو على البداية عشان انتوا برضو قلقتوا شوية في البداية. هيتني برس فينتبي سين جانيس إن إما نوئيل يؤنسب شيرين زخارياس تمام كده؟ يلا مع بعض، يلا 1 بس فلو الهزات بعينيكم، مش يعني لو في جاست فلو الهزات هتعرف ان الالات فين. يلا 1 2 3 إيتني برز فينتبي سين جاني سين إما نو كله حلو؟ اوكي.